يصل في وقت لاحق اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطي في السودان وتسريع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان.